صبري عليك طال طال واحتار فيك أمري. ربنا يخليهولك. اه طبعا. عنده كم سنة؟ سنتين. وهو لازم اتولد وكان بقلز على الشاشة. انت اول انت بحضرتك خمس دقايق. انا ما حطيتش زيت. يا انت وانا ما حطيتش زيت بعد. لا يبقى السر في الزيت يا محمد. عموما لو انا وقعت هيكون كله متسجل. اللي بتاع اللي سألت دي مدينة؟ سألت ايه؟ عينها عليك؟ تقدري؟ تعرفي؟ ثانية واحدة بقى. ثانية واحدة. وكلنا ممكن يعني نموت في أي وقت. ثانية واحدة. ثانية واحدة. يا رب نطلع سمكة دلوقتي. إيه رأيك؟ هنطلع بإذن الله. بس كده مفيش طعم ولا حاجة. خد يا عم خليك يا سمكة. خد يا عم خليك. السمكة كانت الطعمية. أنت جاي تغديها بقى. فساعات الاقي ايه وانا ماشي في الشارع كده، فلاقي شويه شعر في دماغي طاروا كده وقفوا بقى عامل زي الاريال كده في دماغي. أيه. فبمنتهى البساطه. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. يا ابن واحد اثنين جين. ايوه ثلاثة. معلش اسمحيلي اسالك، وانتي قاعدة ما بتشتغليش بقالك فترة او ما بتظهريش او في المتوارية مختفية معتكفة، ايه ليه؟ لا انا عندي حاجة كده دايما اقولك، انه يعني لما تعوزي حاجة وربنا بيحققها لك يبقى ربنا راضي عنك وبيحبك. الحمد لله. لو ربنا تأخر عليك شوية يبقى بيعلمك الصبر. لو ما حققهاش خالص انا ببقى راضيه برضو. ان هو ضروري يعني ما حوش لي حاجه احلى. فانا بعرف ازاي يعني امشي نفسي مع ما بحاولش ان انا اتضايق. يعني دي اللي انا ماشيه بيها. معناه انه انا ما بحاولش اتضايق معناه انه في ناس مش واعيه كفايه لانه نجوى ابراهيم بالطاقة اللي احنا شايفينها ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، زي الفل وزي القمر وزي البدر بمجاميعه، تبقى موجودة على الساحة في وسط ناس عمالة تجأر بالشكوى من الإعلام، سواء كان مصيبين أو مخطئين، سواء كان في ناس كويسة قوي عظيمة وفي ناس يمكن مش عاجبة كل الناس. لكن النموذج ده في ناس غلطانة جدا إنه ما تتقدم لكيش يعني دلوقتي. لا هي وانا مش عاوزه منك تعليق. لا انا عايزه اقول على حاجه تانية. انا عايزه اقول انه اللي احنا اتعلمناه وانت كمان طبعا، احنا اتعودنا ازاي نتكلم بصوت واطي. فانا ما بعرفش ازعق، انا بشتغل من الدو. دو دو. انما من السي بقى دو ري مي فا صول سي. ايه ده؟ ما اعرفش. يعني ما بقدرش اجيب ده، لانه زي ما قالوا لنا الاساتذه بتوعنا انه كل ما كان صوتك واطي كل ما انت اثرتي انتباه. وعارف يقول لك طرطق ودانه. أيوه. يعني وما بقاش فيه اللي هو التداخلات والدوشه. لا 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 مش طبيعتك خالص خالص. لا 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 خالص خالص. انا كل ما كان الواحد كده رايقة هادية مبتسمة مشرقة جميلة. لكن حد تاني خالص في السينما رحلة بقى أخرى. السينما ونجحتي كمان. يعني هو كان الترند كده انه المذيعة الجميلة وبتاع المنتج السينمائي او المخرج يفكر فيها من باب انها مذيعة وجميلة ومش عارفة ايه. بس انت اول ما ده طصيتي في حاجة صعبة جدا. كانت الارض ولا كان الارض مش معقوله يوسف شاهين يعني الارض. ايه بقى؟ واصل يوسف شاهين ما بيرضاش بقليله. يعني يوسف شاهين طماع في السينما جدا. ايوه ومدرسه صعبه. وايه بقى حصل ايه؟
لا السينما دي حدوته بقى تانية خالص، لأن أول ما طلعت وكنت بعمل كلمة السر قاعد كده، فشافني يوسف شاهين. المهم اتصالات وبتاع، لقيت لك يوسف شاهين عندنا في البيت. انا بطريقته اللي انت عارفاها. وبعدين عشان اقتنع بصيت لقيت مين اللي جاي تاني يوم. يوسف شاهين الله يرحمه، عبد الرحمن الشرقاوي الكاتب. طبعا. تخيلي ان يبقى عندك فجأة دول عندك وانت شابة صغيرة، دودة قراية. فلقيت دول عندي. وبعدين قال له الكتاب الله يرحمه عبد الرحمن الشرقاوي الله يرحمه يوسف شاهين، ان الدور بتاع وصيفة ده هي دي نجوى. فانا بقى عارفة بسطت من الحكاية دي قوي. وبعدين ومتهيألي ان كان اول مرة في حياتي ان انا اسافر. لان رحت بالفيلم ده، رحت مهرجان كان. ايوه صح. ايوه مال طبعا. مال يا سيدي، يعني ايه ستشارات دي بقى، ولابسه فستان بقى وكعب قد كده ولابسه كردان. رحت اشتريته من خان الخليلي. طب حقيقي انكم قعدتوا 9 أشهر تعملوا الارض؟ لو النبي تخيلي ان انا لما بتفرج عليه، انا لما بتفرج على الفيلم ده ايديا بتوجعني وظهري بيوجعني ورجليا بتوجعني من وجعتي بتاعهم بقى. بتاع سنتها. ابويا ابويا ابويا، الحمد لله على سلامتك يا ابا، الحمد لله على سلامتك. يلا على دارنا يا ابا، يلا. وايه انت بتصحي الساعه يعني بنصلي، انا عن نفسي انا اصلي الفجر وبتاع، واجهز العربيه تيجي 5:30. نروح على الفيوم. ده انت ما كنتوش قاعدين هناك؟ ابتدينا لما عجبوا بقى البتاع وابتدينا نبني مقام. احنا بنينا مقام هناك، يوسف شاهين بنى مقام. اسكتي على المقام ده. كان في حرب، لان هو عاوز يجيب الكاميرا يصورني انا وعزة العلايلي من فوق. كويس، ياخد الكاميرا الكرين دي حطها فوق ويصورنا. فلازم يهد السقف، القبة بتاعة المقاه الأصلي. المقاه مش هو في البلد ولا مفيش؟ لا مفيش. أوكي. الديكور بنى مقام. وقال لك ده المقام، وبروح أنا بقى عند المقام وأعمل كده عليه. وقابل عبد الهادي. فبصيت لقيت الناس قامت على الكرو كله بالعصيان، ازاي انتوا هتهدوا المقام؟ صدقوا ان ده مقام بجد. ايوه ازاي يا جماعه؟ يا ابني احنا اللي بنينه، ده احنا اللي بنينه سوا، ده بنينه سوا، ازاي؟ لا خلاص سيبهولنا، ما دام اتبنى يبقى اصل مصلحه. ده خلاص مصلحه خلاص. فتخيلي ازاي قد كده الناس كانوا مسميني العروسه. لانه كنت ابيض واخضر واحمر وبتاع. واحط شويه روج خفاف وكده. العروسه جت، العروسه راحت. فمره شافوني وانا المكيير بيعمل لي، انت عارفه الفرشه دي فيها في الاخر بتاع كده زي الراجل لما بيعمل كده بيحلق بتاعه الحلاقه. فهو عمال يعمل لي كده، الحول حول العروسه بتحلق دقنها. طلعوا علي سمعه ان العروسه بتحلق دقنها. قلت له يا جماعه ما ينفعش تعملوا لي مكياج في الشارع، الولاد خلاص اتخضوا، ايه العروسه دي اللي بتحلق دقنها؟ مش معقولين. يابا يابا ما شفتش ابويا عبد الهادي؟ ده رجع البلد. طب ده انا جايبه له الغدا. استنيه هنا يا وصيف. يا وصيف ده انا من يوم ما خرجت من الحبس وانا نفسي اشوف، وانت لا بتسالي يا بيه. هو انت كنت في الحبس لوحدك؟ ما ابويا كان معاك يا عبد الهادي، وطول ما انت هناك وانا قلبي كان بيتقطع. يعني افتكرتيني وانا في الحبس يا وصيف. ايه بس ايه افظع او اخاف اكتر مشهد خفتي منه وشلتي همه صعب؟ اللي كان في حتى اخر العمر.
ان انا كان لازم اركب حصان حتى اخر العمر بقى بعده. لا بعده عملتي فجر الاسلام مش كده؟ فجر الاسلام برضه صعب. لا فجر الاسلام ده انت انا عمري ما اتدربت في حياتي. يعني مره واحده خدت قلم من ابويا علشان شربت قهوه. شربتي قهوه؟ وبعدين قلت ان انا ما شربتش لان خدت شويه من الناس. ما كناش نخش بقى عند الناس وبتاع وكان ممنوع نشرب. عشان كده انا لازم النسكافيه ده مهم قوي. فروحت حاطه الشويه اللي فاضلين في الطبق ورحت عاملاهم كده. بتعملي ايه ماما؟ ايه انا ما عملتش حاجه. وده بقى البن طالع كده. انت بتكدبي قال لك كده. اوكي وعدت خلاص ده وانا صغيره. فجر الاسلام كان معايا الله يرحمه محمود مرسي، استاذ محمود مرسي، وكنت انا ليلى وكان هو مش عارفه ابنه وبيجري ورايا بالحصان. وبعدين انت ايه ازاي؟ وكان لازم يضربني بالقلم. وما كنتش عارفه ان هو انا واخده بقى على محمود المليجي. استاذ محمود المليجي يشرب السيجاره ويها ها 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 ويلا الشوت بتاع العياط. ابص الاقيه واقف اما حلقوا له شنبه حط ايده على بقه والدمع فرت من عينه. انا مش مصدقه ازاي يعني بروفيشنال كده. بروفيشنال بروفيشنال. انما الاستاذ محمود مرسي زي محمود زي احمد زكي اللي هو لازم يعيش العنف وليس تمثيل العنف. يعيش تلاقي. ايوه انا عارفه الانماط دي. يا نهار ابيض اخدت قلم الحلق طار وقعدت 3 ايام صفاره. لا صفاره. عايزه اشيل ما فيش فايده. شيء لا يستغرب من الذين يعيشون من عرق صاحبات الرايات الحمر. اقسم لك يا ليلى بآلهتنا جميعا انني لم اكن اعرف، لم يكن ذلك من تدبيري. ليلى ايتها الشريفه انت بلا قلب. قل لها يا مولاي انها قد تصبح جاريه في غمضه عين. اخرسي. ماذا يكون مصيركم جميعا لو ان قبيله اقوى منكم اغارت عليكم واخذتكم وباعتكم بضاعه؟ الا تصبحون عبيدا وجواري؟ كنا يا شريفه في عز، كنا اشرف منكم. ليلى ليلى. الوقت اللي انا قضيته في السينما كان حلو قوي. اكيد قوي. اصل كمان ما انت برضو انا سكت اول ما دخلت الافلام اللي بيقولوا عليها المقاولات. هنا بطلت. وكنت بنقي بقى. شوفي بقى الارض في عيد الفلاح. فجر الاسلام في مولد النبي. حاجه للستات للبيت نقول لهم العذاب فوق الشفاه وبعيدا عن الارض. انا كان لازم اعرف ان في حاجه اسمها حب وحاجه اسمها جواز. حب يعني اتنين واحد واحد، انما جواز يعني واحد واحده وبيت. وده الفرق اللي بيني وبين سعاد. هي بالنسبه لك واحده انما انا بالنسبه لك بيت. دي غلطه. قلت لك ما تقولش غلطه. لو كنت ما احترمتش نفسك او ما احترمتنيش كان يمكن تبقى غلط. كان ممكن اعتبر انك كنت ضحيه اغراء، كان يمكن ابتدي عالجك. انما انت ما احترمتش البيت، يعني دي طبيعه المدمن خائفه من شيء ما. احنا عملناه في التوقيت اللي كانوا البنات تقف تعمل كده. يعني كل واحد فقلنا لا لازم نعمل وقفه. فكان حاجه جميله. الحياه كانت مليانه. عامله خائفه من شيء ما ده كان قصه فتحي ابو الفضل واخراج يحيى العالمي. ومعاكي استاذ رشدي اباظه استاذ عزه العلايلي ومات حمدي وجميل راتب ومديحة يسري وانا واسعاد يونس. الله انا طبعا. في يوم لا 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 والله لا انت قعدت كتير. عملت 3 4 ايام. لا ازاي قعدنا كتير. رحت معانا في الاسم ورحتي في وفي البيت عندك وفي الجامعه وفي الجامعه. انت كنت فين؟ ده كل الكليه كانت بتسال عليكي خصوصا ان الامتحانات قربت. ما هو انت بقى هتديني كشاكيلك انقل كل اللي فات. لا قولي لي الاول خلصتي البحث اللي طلبه الدكتور اسماعيل؟ بحث ايه؟ بتاع قتيل المهندسين. ده كل الطلب قدمه بحسه ما فاضلش الا انت عصمت. بكره ان شاء الله هبقى اجيبه معايا. انا الظاهر حسدتك، كنت جايه مفرفشه واخر تمام. ايه اللي جرى؟ سهمتي مره واحده. بقولك يا ليلى انا رقي ناشف وهروح اشرب كوبايه شاي في البوفيه وخايفه ااخرك. سيبيلي كشكول الاجراءات انقل منه وروحي انت الحق المحاضره.
طب ما انت كده هتفوتك المحاضره. ما هو البركه فيكي بقى. يلا 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 عشان تلحقي. طيب راجعلك بعد المحاضره. باي. المهم بس انه انت كان اختيارك للافلام عالي قيم جدا. وبعدين تقولي لي بعيد عن الارض ركبتي الحصان ده بقى دي حتى اخر العمر ولا حتى اخر العمر؟ حتى اخر العمر عشان اركب الحصان. شوفي قد ايه بقى رمسيس نجيب الله يرحمه. لازم اروح اتمرن. طول ما انا ما اعرفش هاتوا حمار ولا حتى الحمار ولا جمل. فقالوا لي لازم اروح نادي الفروسيه ان انا اقعد. قعدت حوالي اسبوعين او 20 يوم كل يوم الساعه 7 الصبح اروح اركب حصان لغايه لما ابتديت اعمل ستايل وابتديت امشي بيه. بس طبعا ما فيش اللي هو الترات والحاجات دي لا. وعايزين الجالوبينج عايزين ديك لا هناك. المهم فجي اشرف فهمي الله يرحمه فقال لي هتولها حصان هادي. هتولها. قلت له لا عايزه حصان بروتا. مش هادي. مش هادي وممكن يتعصب. لا حمار خالص يعني. فجابوا لي حصان وركبت الحصان مش عايز يمشي. حلوة. اتنرفز المخرج اتنرفز. فقال لي بصي قبل ما نقول هنصور خدي دي فرع شجرة. فرع شجرة رفيع كده بس اخبطيه من على بطنه وارميها وانا هاخدك من ساعة من لما تطلعي. هيطلع. وطلعت. هو عارف درجت درجت. هو عارف. هو كان بيقول لك ايه يعني اصل عارف ان هو اصل بروتة خالص. واقف كده بروتة. فقال لك بس لسوعيه. فانا رحت من لسوعيه يعني اعمل شويه الثلاث اسابيع اللي انا رحت فيهم. فلقيت لك الحصان ده فضل يجري يجري يا اسعد مش قادره اقول لك. السريع. وبعدين فجاه راح مفرمل. ففي الفرمله دي رحت انا مقلوبه. فقلبت مسكت في الشوشه بتاعته دي شعره وبقى بقي وشي في وشه. ورحت واقعه. ما فيش. اغمى اغماء. ولا يمكن اركب الحصان بس الحمد لله انك يعني الحمد لله اغماء بس الحمد لله. لازم. لا انا شايفاهم وكلها بس ما فيش الخض. لا اصل الوقعات لازم. ما اتقلبت مسكت شعره. قال لي لازم تركبي الحصان. طبعا. والا عمرك ما. قلت له انا عمري صح. مش مهم. ولا عمري ولا عايز اركب حصان. لا عشان نعمل الشطر وركبت الحصان وعملنا المشا. فكل ما اشوفه افتكر القلب. بس فضل عندك تروما برضو انك ما يعني ما تعملتيش بعد كده القلب. لا لا خالص. مفيش حتى حمد لله على السلامة. حمد لله على السلامة. أنا مش عارف ليه بتكلميني كده. أنا عملت حاجة زعلتك؟ أبدا أنا بكلمك عادي. على العموم أنا اتعلمت حاجات كتير قوي من التجربة اللي مريت بيها. ابتديت أفهم نفسي كويس. كنت عايش في دوامة قبل ما أسافر. كنت حيران. دلوقتي أنا عارف كويس أنا عايز إيه وأنت تبقي إيه بالنسبة لي. أرجوك مفيش داعي للكلام ده. دي حاجات ما تهمنيش.